يا بايا شوكم اليوم راح اقول لكم شنو هو اسم المطعم. انا متاكد انتم راح تحبوه كلش هوايه لان كلمه اني كلش احبها واستعملها كلش هوايه وهوايه عراقيين من يستعملوها واللي هو اول حرف من عندها واي. تصميم مالته استوحيناه من الكتابات المسماريه، ثاني حرف عندنا الاي يرجع للاختصاص مالتي الهندسه المعماريه واللي هو الفرجال، اما ثالث حرف البي خليط بين الهندسه المعماريه والكتابات المسماريه، رابع حرف عندنا هو الاي الجهه الحاده مال السكينه. صار اسم المطعم عندنا يابا، ان شاء الله حبيتوه. باي.